أهلا بكم. زيارة غير معلنة رسميا قام بها قائد فيلق القدس الإيراني قاآن للعراق في مسعى منه لرأب الصدع بين الصدر وقوى الإطار إطار الميليشيات التنسيقي. لم تعلن أي جهة رسمية عراقية أو إيرانية نبأ الزيارة، لكن صورا نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقاآن وهو يزور قبر أبو مهدي المهندس الذي قتله وسليمان الأمريكيون قرب مطار بغداد مطلع العام 2020. يذهب بعض المراقبين إلى أن إيران التي استفادت كثيرا من العراق في السابق خسرت اليوم نفوذها في الوسط والجنوب جنوب العراق بعد ثورة تشرين التي هاجمت صراحة التدخل الإيراني الفج في العراق وقيادته. كما أن إيران وفق هؤلاء المراقبين لم تعد تهتم كثيرا بالشأن العراقي كما في السابق بعد فشلها الواضح في ملفات سوريا ولبنان واليمن وغيرها، وهي اليوم ترغب بالخروج من قبضة العقوبات الأمريكية التي تخنقها. أسباب هرولت قوى العملية السياسية الطائفية إلى إيران مع كل خلاف أو أزمة تعصف بها بعد 20 سنة من تجربتها في حكم العراق، هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف يكون العراق الجديد دولة مستقلة وذات سيادة وإيران هي من تشكل حكوماته المتعاقبة منذ العام 2003 وحتى اليوم؟ ولماذا ما زالت القوى الطائفية الفاعلة في النظام السياسي تحتاج إلى التوجيه الإيراني بعد 20 سنة من تجربة الحكم؟ ثم لماذا لا نرى مثل هذا التدخل الفج في رسم وترتيب المشهد السياسي من بقية دول جوار العراق كما الحال مع إيران؟ ولما يتهم الشركاء الآخرون بالخيانة واستدعاء التدخل الأجنبي في شؤون العراق الداخلية عند لقائهم بأي مسؤول غير إيراني؟ وهل فعلا هذا التدخل الإيراني المعمر في العراق الجديد يأتي لأسباب أخوية بحتة كما تقول القوى السياسية الطائفية والميليشيات الولائية؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي عقيل عباس. يحيل الواقع الحالي للعراق المراقبة لأوضاعه إلى تقليب صفحات التاريخ للبحث عن نماذج مشوهة مشابهة للحالة العراقية من حيث الوصاية والتبعية، فيجد الواقع الحالي لا مثيل له في التاريخ. دولة بحجم العراق تستدعي جنرالا إيرانيا عند كل أزمة، ومن مكتبه تدار البلاد وتحدد مسؤوليات كل حزب وكتلة. فنظام إيران هو من يقسم الأدوار في العملية السياسية في العراق، فهذا مرة في صف المعارضة المفترضة والآخر يقود الحكومة، ثم تبدل الأدوار على حسب الظرف الإقليمي والواقع الأمني. فمنذ أن رسم بول بريمر الخطوط العريضة للمسار السياسي، ترك لإيران متابعة هذا المسار والإشراف عليه ومجابهة أي جهة شعبية ترفضه، ومن أجل ذلك أنشأت وربت ودعمت الميليشيات لتكون الحارس الأول لقلعة نظام المحاصصة والطائفية. لكن بناء هذا النظام على قاعدة الظلم الاجتماعي والفساد الإداري جعله أكثر هشاشة مع مرور السنوات وتصاعد السخط الشعبي وكثرة مطامع الأحزاب وتصارعها على المطامع الشخصية. فأظهرت انتخابات عام 2018 مدى ترهل هذا النظام وإن كان على قاعدة واحدة، ومر العراق بسنوات ساخنة حتى جاءت انتخابات عام 2021 لتؤكد وصول العملية السياسية إلى مرحلة الشيخوخة. وكل ذلك ضريبة الارتهان الكامل لنظام إيران الذي لا يعرف كيف يدير بلاده بدون الآلة القمعية. وعلى الضفة الأخرى، العراق بعمقه العربي والإسلامي لم يشهد من دول الجوار بعد انهياره تدخلا سافرا في شؤونه على مبدأ الانقضاض على الضحية كما تفعل ذلك إيران. وعلى العكس تماما، تحول العراق إلى مصدر قلق وتوتر للمحيط العربي كما يثبته الواقع الإقليمي. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في أسباب الهرولة المستمرة لقوى العملية السياسية إلى إيران مع كل أزمة أو خلاف أو مشكلة تحدث بينهم بعد 20 سنة من تجربتها في الحكم حكم العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الأكاديمي والباحث السياسي أيضا عبر سكايب. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله. أهلا وسهلا دكتور. في هذه الأزمة أيضا جاء قاآن إلى العراق لحل هذه المشكلة، هذا الخلاف، هذا الصراع، هذا الاحتراب،
وهناك أيضا وفود ذهبت من الصدر والإطار التنسيقي إلى إيران. بعد 20 سنة ما زالت هذه القوى تحتاج إلى التوجيه، إلى النصيحة، إلى الردع الإيراني، ويقوم بها المفارقة، يقوم بها ضابط عسكري وليس مسؤول سياسي، نائب رئيس، وزير خارجية وما إلى ذلك. لماذا هذا القصور وهذه القوى لحد الآن لا تريد أن تبلغ سن الرشد السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما أستاذ ماجد، يعني أولا نحييك وحي ضيفك الكريم. ربما الحديث ليس عن الرشد، يعني بعد نحو 19 أكثر من 19 سنة الآن على يعني احتلال العراق وحكومات متعاقبة في ظل خيمة احتلال العراق، وكل هذه القوى التي في ظل العملية السياسية، القضية ليست لها علاقة بالرشد السياسي بقدر ما يعني بقدر ما هي تبعية وإقرار واضح بأن العراق ليس مستقلاً وليس صاحب سيادة، لأن كل هذه القوى التي تحكم العراق دائماً ما تحج إلى إيران، بالذات إلى إيران. العراق يعني لديه حدود مع إيران ومع تركيا ومع سوريا ومع الأردن ومع الخليج ومع الكويت، فبالتالي أنت تسأل إذا كنا في المناطق الحدودية التي تحيط بالعراق لماذا إيران يذهبون إليها بهذا الاتجاه؟ لماذا إيران تتدخل بهذا الاتجاه؟ البعض يتحدث أنه يعني هذه قضية مذهبية، المذهب ليس له علاقة بهذه السياسة. عندما تفصل المذهب عن السياسة، تفصل هذه القضية عن هذه القضية، تجد أن البون شاسع. هذا ليس له علاقة بهذا، هذا له علاقة بتغول، بتأثير، باستحواذ، بامتلاك هؤلاء وجراء عند هؤلاء. فبالتالي التدخل واضح. لماذا طوال هذه السنوات، يعني منذ، دعني أقول لك، منذ أول انتخابات جرت في عام 2005، دعا لها الرئيس الأمريكي بوش الابن، وأول من أيد هذه الانتخابات وأول من دفع الأحزاب الشيعية مثل ما تسمى، الأحزاب التي تربت في إيران أو تحت الرعاية الإيرانية، دفعتهم إيران بهذا الاتجاه وطلبت منهم المشاركة الواسعة لكي يستحوذوا على الحكم بهذا الشكل، وهي من وافقت على العملية السياسية ودفعتهم باتجاه العملية السياسية ودخوله، وهي من أيدت إصدار الدستور ودفعت شركائها وحلفائها وجراءها إلى تأييد هذا الدستور، وبالتالي وقفت مع العملية السياسية بكل هذا الشكل. البعض قال قاتلت معنا، البعض قال أيدتنا، البعض، هذا كل تفسير لحالة واحدة، أن هناك قوى سياسية وعسكرية تابعة لإيران تدين بالولاء لإيران، تأخذ تعليماتها من إيران، وبالتالي إيران متدخلة بالعراق بشكل قوي جدا جدا. ولا عندما تصبح أزمة، لكن دكتور اسمح لي، القوى الأخرى شركاء هؤلاء أيضا كانوا في جولة مكوكية، زاروا الإمارات وزاروا تركيا وزاروا الأردن وزاروا مصر، لماذا لا أيضا يوصفون بالتبعية لهذه الدول؟ الزيارة شكل وتدخل وفد بشكل آخر، يعني يأتي وزير الخارجية الإيراني يجتمع مع كل القوى السياسية في العراق ويجتمع معهم بالنجف. هل يسمح مثلا للسفير الإماراتي كمثال، أو السفير التركي، أو السفير المصري، أو السفير بالالتقاء، أو أي سفير آخر بالالتقاء بهذه القوى بهذه الطريقة؟ هل يسمح له بالالتقاء بأي مكونات سياسية بهذه الطريقة؟ لا يسمح. لكن وزير خارجية معروفة مهماته، معروف بمن يلتقي، من يحدد إطار لقاءاته، من يحدد تحركاته، وزارة الخارجية، الرئاسة بشكل أو بآخر، لكن هم يتصرفون بشكل آخر. مسؤول عسكري مثل قاني، رتبة عسكرية، من رتبة عسكرية، وقبله سليماني، نعم، رتبة عسكرية، وهو من الحرس الثوري، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري. هل الحرس الثوري مسؤول عن هذه الأحزاب؟ هل هو مسؤول عن المذهب الشيعي في العراق؟ إذا كانوا يتحدثون عن طريقة مذهبية، فهل هو مسؤول عن المذهب الشيعي؟ هل هو مرجع شيعي ينفذ الوصايا؟ القضية مبهمة، لكن تفسيرها واضح جدا جدا، أنه هذه القوى تابعة وذليلة وأجيرة عند الطرف الآخر، فبالتالي يأتي لكي يملي عليهم تعليمات لكي يضبط الأمور. ودائما ما كنا نسمعه، هذا واقع الحال، أنه كل الحكومات التي شكلت
بتوافق أمريكي وإيراني قبل أن تشكل، وما حصل في عام 2018، فيما حصل 2014، فيما حصل 2010 عندما فازت يعني القائمة الوطنية برئاسة هذا العلاوي. قالوا أنه لم تفوز، وجرى بعد ذلك توافق بين الأمريكان السفير الأمريكي بلعبة الكتلة البرلمانية الأكبر، الكتلة الأكبر، وبالتالي عاد المالك للحكم. هذه كلها تدلل على أنه التغول الإيراني تغول واضح وملموس على الأرض العراقية الآن. كل أزمة، هل يسمح مثلا كسؤال يعني افتراضي، اسمح لي سنناقش لماذا الآخرون من جوار العراق لا يتدخلون بهذه الطريقة؟ لا، حتى العراقيين، هل يسمح لوفد عراقي أن يذهب إلى إيران الآن في أي أزمة سياسية في العراق ويلتقي بأطراف إيرانية لكي يحل مشاكله؟ ربما إذا تفجرت أزمة ربما يحتاجون إلى مشورة من العراق. دكتور عقيل عباس، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك دكتور. هل فعلا هذه القوى لا زالت بحاجة إلى هذه الاستشارة المشورة السياسية مع كل خلاف مع كل أزمة، لذلك يحتاجون إلى الجار الإيراني الحليف الاستراتيجي الإيراني، على الرغم من أن عمر التجربة الآن 20 سنة؟ إذا كان هذا الأمر متفهم ومقبول في السنين الأولى، ما الذي يجعله الآن مقبولا أن ضابط عسكري يأتي إلى قوى سياسية تمثل رأس النظام السياسي في العراق ليرتب لهم أمرا بسيطا ربما قضية تشكيل حكومة؟ شكرا لك على هذه الاستضافة، تحية لك ولضيفك الكريم دكتور أستاذ رافع الفلاحي ولجمهورك. يعني لا شك هناك مشكلة كبيرة في علاقة العراق وإيران ونفوذ إيراني. ارفعوا لنا الصوت رجاء. إيه دكتور اسمح لي بس ارفعوا لنا الصوت، ارفعوا لنا الصوت دكتور عقيل. إيه نعم، نفوذ إيراني واضح، تدخل في مختلف الشؤون العراقية، لكن أنا أيضا لست مع وجهة النظر التي يعني تفضل بها ضيفك التي تختصر كل شيء في العراق بإيران. يعني كل هذه الخارطة المعقدة يظهر فيها فقط إيران هي السيد، وهي والآخرين ترتبهم كأنهم رقع شطرنج. أعتقد هذا الكلام ليس صحيحا، لم يحدث أبدا منذ 2003 ولحد الآن أن لإيران مثل هذه السيطرة. نعم، سيطرة إيران تتراجع في العراق، نفوذها يتراجع في العراق بسبب ضغط المجتمع في العراق على يعني بهذا الخصوص. فقط أوصف يعني كيف أرى أنا المشكلة. أنا أعتقد منذ 2003 إلى 2011 النفوذ الأمريكي كان الأكبر والأهم والأكثر تأثيرا في السياسة، أكثر بالكثير من التأثير الإيراني. لكنه الأمريكان استخدموا أدواتهم على نحو خاطئ، واستثمروا في قوى دينية مذهبية سياسية باسم الديمقراطية، هاي تشكيلة الديمقراطية التوافقية. أعتقد هذا كان واحد من أسوأ استثماراتهم، يعني فضلا عن الضغط العسكري الذي تعرضوا له، العمليات التي كانت تستهدفهم بعد خروج الولايات المتحدة. يعني حقيقة المواقف التي اتخذها حكومة السيد المالكي الثانية بشكل واضح أرادت هي إخراج القوات الأمريكية على أساس اتفاق مع إيران كأحد شروط التجديد للسيد المالكي، أخرجت القوات الأمريكية يعني بالطريقة التي حدثت، قصة أيضا أخرى طويلة. منذ تلك اللحظة نشهد يعني صعودا واضحا للنفوذ الإيراني أكثر من السابق، اندراج أكثر للساسة الشيعة المذهبيين، ليس كلهم يعني السيد المالكي وآخرون، والساحة فرغت أمام إيران في العراق. يعني ولذلك الحكومة الثانية للسيد المالكي شهدت الكثير من السياسات الكارثية، السياسات ذات الطابع الطائفي، السياسات التي قوضت المؤسسات، استخدام القوى الأمنية العراقية لمطاردة خصوم رئيس الوزراء، يعني في القصة التي نعرفها، أيضا انتشار واسع للفساد وحماية لهذا الفساد
المحسوبية إلى آخره، إلى أن وصلنا إلى كارثة سقوط الموصل يعني وانهيار جزء كبير من الجيش العراقي. أنا أعتقد هذه لحظة الاستيقاظ، هذه هي اللحظة التي يعني بدأت تبرز يعني في سياق معقد لا وقت الآن للخوض فيه. في محافظات الوسط والجنوب بدأت تبرز ظاهرتان، أولا النظر بنقدية إلى الأحزاب الإسلامية الشيعية وأنها قادت البلد إلى مرحلة الانهيار. أنا أقصد هنا نظر المجتمع في نعم. تلك المناطق. والثاني وهو الأهم والذي توج الأول. دكتور حتى نكمل الصورة، والذي توج بهذا الانفجار الشعبي الكبير في ثورة تشرين، بروز وطنية عراقية بنسخة شيعية. أنا أعتقد هذا الذي لا يفهم، ما الذي نعنيه النسخة الشيعية من الوطنية العراقية؟ لأن هناك نسخ كثيرة للوطنية العراقية سابقة، هذه نسخة تختلف كثيرا، فيها جانب إيماني ديني لكنها ترفض أن يكون هذا الجانب جزءا من السياسة، وفيها اعتداد بالعراق كوطن. ولذلك هناك موقف واضح وصريح من احتجاجات تشرين بخصوص إيران، أنه نتشابه ربما مذهبيا، نحن جيران، صلات دينية، صلات ثقافية، لكن هذه الصلات ينبغي ألا تتحول إلى شكل من أشكال الهيمنة السياسية. هذا كان تمييز دقيق وواضح ومهم، وحقيقة نحن نشهد مفاعيله يعني الإيرانيون. طيب دكتور دكتور قبل أن تسترسل أشكرك وراح أخليك تسترسل، هذه ما سميتها بالنسخة الوطنية الشيعية اللي بالضد من إيران أكثر من كونها أنه جار تحترم واشتراك في المذهب وما إلى ذلك، لكن تبعية سياسية غير مقبولة، إلى أي حد وجد آذانا مصغية من هذه البيئة، بيئة العراق وسط وجنوب العراق واللي معظمها الحقيقة اجتماعيا هم شيعية والأحزاب اللي تحكم هي أحزاب شيعية، إلى أي حد تم الإصغاء إلى صوت هذه النسخة الجديدة هذا المجتمع؟ طبعا الأحزاب السياسية، الأحزاب الطائفية يعني التي تعتمد الإسلام السياسي الشيعي أو السني، لكنه هذه غالبة شيعية، نعم. معظم الحركات هي حركات إسلامية شيعية، طبعا هي ليست مستعدة للإنصات لكنها أجبرت لأن قاعدتها الاجتماعية، قاعدتها الانتخابية تقوضت. وأنا أعتقد لا، بدأنا قصة مختلفة تدريجيا، يعني سحب البساط من تحت أقدام هذه الأحزاب. يعني قانون الانتخابات الذي شرع بسبب الاحتجاج، والانتخابات المبكرة التي شرعت بسبب الاحتجاج، ويعني لنلاحظ ما الذي حدث عبر الاحتجاج الذي قاد إلى الانتخابات وقاد إلى القانون الانتخابي، أشد خصوم الاحتجاج الميليشياويين الذين تتبعوا المحتجين وقتلوهم وجعلوهم يفرون. دكتور اسمعني أيضا في نقطة، حتى ما تعبر تحدثت أنه الأحزاب الشيعية الإسلام السياسي أجبرت على الإنصات لهذا المزاج الشعبي في وسط وجنوب العراق فيما يتعلق بقضية تبعية لإيران، ما هي ملامح هذا الإنصات إذا سمحت؟ أنا أعتقد هذه الانتخابات كانت الدليل. إيران لم تتدخل في الانتخابات، انتهت الانتخابات بعد ساعة، إيران هي البلد الأول التي هنأ العراق على إتمام الانتخابات عندما حصل الصراع بين القوى، قوى الإطار وقوى التيار، وهذا صراع شيعي شيعي، وأنا أعتقد هذا صراع مهم لأنه هذا أيضا مرتبط بواحدة من تمظهرات الوطنية العراقية بنسختها الشيعية. إيران لم تتدخل، عمليا لم تتدخل، حاول بعض الإطاريين يعني استجلابها وإدخالها، لم تتدخل، ويعني كانت تعطي نصائح امضوا عبر العملية الدستورية، المؤسسات لم تستطع. أنا أعتقد درس هذه الانتخابات أنه القوى المتغولة، القوى الإسلامية السياسية الشيعية الميليشياوية التي خسرت الانتخابات، التي كانت تخيف القضاء، تخيف مؤسسات الدولة بكل نفوذها، لم تستطع أن تغير نتيجة الانتخابات. صمدت مفوضية الانتخابات وصمدت المحكمة الاتحادية، وتحولت الخسارة الانتخابية إلى خسارة سياسية. نعم. حينها بعد عندما وصلنا إلى لحظة تشكيل الحكومة تم استدعاء إيران بالمناسبة، يعني ليس فقط رغبة إيرانية، لكنه الخاسرين هم أنفسهم استدعوا إيران عندما وصلوا إلى يعني دكتور خليني أشكرك واضح خليني أختم وياك
خليني أختم هاي النقطة معك بتقرير سربته وكالة رويترز من أن قاآني قد اجتمع ب يعني قوى الإطار التنسيقي، ويقال أنه قد وبخهم هذا الصراع سيفضي إلى خروج العراق من الحكم الشيعي. وطبعا تحلل الوكالة أنه هذا سيؤثر تأثيرا كبيرا على إيران. أشكرك، خلنا نسمع رأي دكتور رافع بما تفضلت. قضية إيران دكتور الآن منحسرة، إيران ليست كما كانت في السنين الأولى الأكثر ارتباط بها، خسروا، هناك انحسار وانزواء سياسي لهم. فضل. أولا يعني إيران لا يعني أنها لم تستطع أن تؤثر أنها لم تتدخل. هذا لا يفسر أنها لم تتدخل. نعم. هي متدخلة وبقوة، وهذه الأحزاب التي على الساحة، الأحزاب التي تدعي أنها أحزاب إسلامية شيعية من حزب الدعوة وغيرها، هي تابعة لإيران. نعم. وتقولها علنا، ومصادرها وقوتها وتمثيلها وميليشياتها تابعة لها، وتعترف علنا ولا تستحي من هذا الموضوع. نعم. هذا ناحية. الناحية الأخرى، لم تكن إيران متغولة في العراق، وسأعطي مثالا ربما الدكتور عقيل يقول أنه ليست فقط إيران متغولة في العراق، هناك نعم متدخلة. نعم، إيران، أمريكا هي المظلة الأساسية، وإيران لم تكن تستطع أن تدخل العراق لولا المظلة الإيرانية، وهناك تقادم أمريكي إيراني جرى في عام 2003 وما بعدها، وربما الآن ما زال قائما، ربما قائمة بشكل أو بآخر، لكن هناك الآن يستخدمون العراق، إيران تستخدمه، أمريكا تستخدمه كورقة ضغط في مفاوضات نووية وفي في في قضايا صراعهم الداخلي فيما بينهم على ملف النووي وملفات أخرى، يستخدمون هذا العراق. لكن عندما نتحدث عن الاقتصاد والسياسة، السياسة هي من يقود الاقتصاد، والسياسة هي الإطار أو هي المظلة الأساسية التي تحرك تحتها الاقتصاد، والاقتصاد لا يمكن أن يكون إلا بدليل السياسة. إن لم تكن السياسة تابعة لإيران، ما كان الاقتصاد العراقي مرهون لصالح إيران. وبدليل أن احنا لدينا سنوياً، العراق لديه سنوياً فقط بس صادرات إيرانية للعراق 21 مليار دولار. ماذا يصدرون؟ العراق عنده فلوس، والعالم كله مفتوح عليه. العراق الآن مو في ظل حصار، والعالم كله وأوروبا والعالم وأمريكا والدنيا كلها تقول له تعال واشتري، وأسواقنا مفتوحة أمامك والعلاقات طيبة، ويستطيع أن يشتري من كل المناشئ. لماذا يشتري من إيران بهذه الطريقة؟ لماذا توقفت الصناعة عندنا والزراعة وكل كل الإنتاجات ما عدا النفط، وحتى الغاز نشتري من إيران؟ هذا كله يدلل على أن السياسة تدعم الاقتصاد لكي يكون موجها لصالح إيران. هذه النقطة، وهذه القوى تعمل بهذا الاتجاه. قبل يوم صدر قرار من مجلس الوزراء برفع الحماية الكاملة عن المنتج الوطني العراقي لصالح الأجنبي، الأجنبي في الغالب المهيمن إيراني. هذه حقيقة. يعني هو صار له 20 سنة هو ماكو حماية للمنتوج العراقي، وما هو المنتوج العراقي؟ يعني من الفلاح اللي ينتج الطماطة والخيار، ما هي الحماية يعني التي تحميه؟ وبالتالي إيران هي من تأتي ببضاعها وتبيعها. فبالتالي أنت عندما تقيس هذه المبالغ مع تجارة العراق مع باقي الدول، ستجد بونا شاسعا، وهذا لصالح إيران. وهذا ليس لأنه إيران هي مصنعة أو صانعة رهيبة أو منتجة متميزة في العالم، لا، أو حتى في الإقليم. هناك دول كثيرة في العالم وفي الإقليم تنتج أكثر وتنتج أحسن وبضائعها أكثر أحسن، لكن البضائع الإيرانية هي، ومن البضائع الإيرانية من المخدرات إلى الميليشيات إلى كل هذا، هذا جزء من عنده، هذا جزء. ثانيا، نسخة الوطنية الشيعية التي دكتور دقيقتين على الفاصل. نعم. نسخة الوطنية الشيعية التي تطورت فيما بعد 2014، أنا أعتقد أن الشيعة فيهم من الوطنية، لا نستطيع أن نقسم وطنية شيعية وطنية سنية وطنية كردية، لا أبدا. أنا أتحدث عن وطنية عراقية قد تستكين بسبب ضغوطات معينة، بسبب تأثيرات معينة، بسبب مد معين، بسبب انحسار المياه عنها، بسبب انحسار الدعم لها، ربما لأسباب كثيرة، لكنها تظهر في أوقات معينة، وتظهر ظهور الوطنية الشيعية بهذا الشكل ضد إيران بس حتى يدلل وهذا فقط هذه النقطة. يتحدث عن نسخة جديدة من الشيعية الوطنية، مو قضية أن ولدت الشيعية الوطنية. لا 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 لا، إيه؟ هذه النسخة الوطنية الشيعية الجديدة. نعم. مو لأنه الوعي الشيعي، لا، لأنه التغول الإيراني، الكفر الإيراني بالعراق، الأذى الإيراني كبير
وصل إلى الحد الكبير، والناس بمذهبيتهم حتى الشيعة وجدوا أن الشيعة الذين يحتكمون إلى إيران والذين يحتمون بإيران والذين يعتمدون على التكون على إيران هم من يظلمونهم، يظلمونهم بالفقر والأذى والميليشيات وكل شيء، وبالتالي خدماتهم صفر، حياتهم صفر، آمالهم صفر. ولذلك هاجموهم وأحرقوا مقراتهم وحرقوا رموز. نعم، لم يقبلوا هذا. نعم. هذا لأن إيران يعني إقرار بها بالتغول الإيراني في العراق، هذا واقع الحال. لذلك أنا أقول يعني هذا إنه الإقرار شعبي، هناك أيضا برهان شعبي، برهان شعبي أن إيران تغولت في العراق كثيرا وما زالت تتغول. واستدعاها الآن لا تحتاج إلى استدعاء، هي إيران متدخلة ويجب أن تتدخل، لأنه يهمها تشكيل الحكومة وشكل الحكومة يجب أن يتوافق مع السياسة الإيرانية، وهذا واضح جدا. سنتحدث أكثر عن هذه النقطة. أشكرك السادر من الضيفين الكريمين وأيضا من المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار، ابقوا معنا. نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1072 7 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام HD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في أسباب هرولة قوى العملية السياسية في كل مرة ومع كل خلاف إلى إيران بعد 20 سنة من تجربتها في حكم العراق. ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور عقيل عباس. دكتور عقيل، يعني هذا الموجود أنه ضابط عسكري من الحرس الثوري يجول على رأس النظام السياسي، القوى السياسية الفاعلة في العراق لترتيب أوضاعهم لحل الخلافات بينهم، عاجزون بعد 20 سنة من أن يصلوا إلى نقاط مشتركة فيما بينهم. ألا يخدش طروحات هذه القوى عن السيادة الوطنية، عن القرار العراقي المستقل، تقوض مثل هذه الأحاديث؟ الآن الرأي العام لا يتعامل مع هذه الطروحات على محمل الجد، قرار وطني مستقل، سيادة وطنية، شؤون العراق الداخلية خط أحمر لا يسمح لأي كان بالتدخل فيها. لا شك، يعني أنا أعتقد هذا هناك ما يشبه الإجماع الاجتماعي. نعم. العراقي على أنه هذا السلوك نقض لمعنى السيادة العراقية. هذا يعني منذ كان السيد قاسم سليماني يأتي ويقوم بهذه الأشياء، يعني أعتقد لا يختلف اثنان على أنه هذه حالة شاذة غريبة تقوض معنى السيادة الوطنية في العراق. مع ذلك أنا أعتقد أنه العراق البلد يعني منذ 2019 ولحد الآن بسبب ضغط المجتمع والخسارات السياسية التي لحقت بالأحزاب السياسية الشيعية، أنه هذا حيز الهيمنة الإيراني يتراجع، وبالتالي حيز التأثير الإيراني على القوى السياسية الشيعية أيضا في تراجع. لاحظ علينا أن لنقارن اللحظتين في 2012 أو شيء من هذا القبيل، لما أراد السيد مقتدى الصدر، أنا عملت تحالف مع برزاني ولي الإمرار عبر البرلمان إزالة رئيس الوزراء المالكي في حينها، وقال مقتدى الصدر في وقتها جملة مهمة، أنه البلد ذهب نحو دكتاتورية، سلطة استبدادية يقودها المالكي، وهذا يضر بالشيعة أولا وبقية العراق.
كاد أن ينجح، كانت اللحظة الحاسمة التي تدخل فيها سليماني هو الذي أنقذ حكومة المالكي. لاحظ الآن لنأتي إلى 2021، أصر التيار الصدر على حكومة الأغلبية السياسية، والآن يأتي بعد يعني مرت بكل العملية الدستورية والمؤسساتية النتائج صدق عليها وأصبحت واقع حال سياسي. الآن يأتي السيد قاآني ويحاول أنه يعيد الأشياء إلى ما كانت في السابق. وجهة النظر الإيرانية أنه الشيعة عليهم دائما أن يدخلوا في كتلة واحدة انتخابية ثم برلمانية، وإن فشلوا في الدخول ككتلة انتخابية واحدة يعني بكتلتين مختلفتين لا بأس، يتوحدون بعد الانتخابات ويدخلوا في كتلة برلمانية واحدة. جاء قاآني محاولا أن يصنع مثل هذه الكتلة، فشل في آخر المطاف. هو تكيف دكتور مع الوقائع. دكتور اسمح لي دكتور، دكتور التسريبات تقول لحد الآن فشل، لكن معركته لم تنتهي، يعني هو الحقيقة لم يرفع الراية البيضاء مسلما بفشله حتى اللحظة. هذا الكلام صحيح، لكنه في وضع أصعب بكثير مما كان وضع سلفه السيد قاسم سليماني في 2012، وأنا أعرف أنه أقر بقبول مفهوم حكومة الأغلبية السياسية، لكن يريدها بترتيبة يعني تخفف كثيرا من معنى الأغلبية السياسية، بمعنى إدخال قوى أخرى في الإطار أكبر ما يمكن في هذه الحكومة، وأعطى ضمانات للذين لن يدخلوا فيها أنهم لن يتعرض أحد لكم. طبعا هناك ملفات فساد وهناك أشياء، حتى هذه هو أنا أعتقد موقفه يعني تغير. لا توجد فكرة كتلة شيعية واحدة تضم التيار والإطار تتحالف في البرلمان، هذا انتهينا منها. لنرى في قادم الأيام. دكتور أشكرك. دكتور رافع، لماذا هذا فقط الحق مقصور أو مقتصر أو محصور بإيران أن تتدخل في العراق في ترتيب المشهد السياسي في العراق؟ فقط هي من يملك الحق، فقط هي من بين دول جوار العراق التي يرتبط بها العراق ارتباطا ربما روابط أقوى من روابط إيران. البلد العراق بلد عربي ومسلم وجواره كله عربي، فقط إيران لها الحق، والآخرون عندما يتدخلون حتى بتدخل خفيف فإنهم أعداء يريدون تخريب التجربة الديمقراطية في العراق. هذا يتبع لي موضوع أساسي ورئيسي حدث من عام 2003 وما بعده لحد الآن. أن العراق تعرض لاحتلالين، احتلال أمريكي وإيراني متزامنين وتخادما في يعني إرهاق العراق وسلب العراق كل إرادته واستقلاله وسيادته. وهذا ما جرى. إيران دولة محتلة للعراق، ليس مثل باقي الدول، ليس مثل الأردن وليس مثل سوريا وليس مثل الكويت وليس احتلال مستتر تركيا. احتلال واضح، لا وحتى ولا مستتر، يعني هم يعلنون يعني بشكل واضح جدا جدا، وكثير من تصريحات مسؤوليهم كانت تتحدث عن أنه بغداد تابعة لنا والمدن تابعة لنا، وهكذا كانوا يتحدثون وما زالوا يرون الأمور بهذا الشكل لأنه أحزابهم هي الحاكمة. هذه يعني واحدة من النقاط الرئيسية والأساسية في تعاطي الإيراني مع العراق، هذا واقع الحال. فأنت يعني لا تحدثني عن أي قوة أخرى غير قادرة، لأنه أنت حتى مع كل الانتهاكات التي حصلت في العراق في ظل الاحتلال الأمريكي، لا أحد من دول العالم التي تنادي بحقوق الإنسان بالعدالة الدولية ما أعرف كل هذه الحقوق التي تتحدث عنها وتحدث عنها ميثاق الأمم المتحدة، لم تستطع في يوم من الأيام أن تتحدث بصوت عالي ضد ما موجود من إطار سياسي في العراق، بل بالعكس دعمته ووقفت معه بما فيهم الأمم المتحدة. لماذا؟ لأن الهراوة الأمريكية من حاكم العراق، من يحتل العراق، التجربة أو النموذج الذي صنع في العراق هو نموذج أمريكي، فبالتالي هذا النموذج الأمريكي والنموذج الإيراني بالأحزاب والقوى والميليشيات التي تحكم بالعراق صار حكرا عليهم، وكل القوى الأخرى إذا ما تدخلت فسيكون هذا تدخل ومس بالسيادة والاستقلال، وهو العراق منتهك السيادة والاستقلال. خلينا نقطع في هذه النقطة. نعم. القوى التي الآن تتحدث عن التدخل الإيراني، إيران وقفت معهم دكتور مع هذا النظام، اعترفت بدستوره، اعترفت بالعملية السياسية، الرئيس الإيراني نجاة ثاني رئيس يزور العراق بعد بوش،
كانت لها وقفات مع الحرب ما يسمى الإرهاب وضد داعش، مدت بأسلحة عسكرية مفتوحة، قدمت استشارات عسكرية، ضباط إيرانيون قتلوا في العراق، فكيف تريد أن تساوي إيران مع دول أخرى وقفت تتفرج مكتوفة الأيدي؟ أنا لا أساويها، أنا أقر بواقع ما حصل وأقول لك أن السياسة الإيرانية ليست من أجل عيون العراقيين، ليس من أجل عيون العراق لأنها تريد عراقا مزدهرا مستقرا، لا، هي تريد عراقا ضعيفا. فبالتالي أنا أسألك وأسأل الجميع، من عام 2003 لحد الآن شكل النظام في العراق كيف هو؟ ضعيف أم قوي؟ من أضعف الأنظمة التي حصلت في العراق منذ يعني حتى قبل الدولة العراقية الحديثة. دكتور، هاي نقطة أيضا مهمة على قضية أن النظام الموجود نظام ضعيف أو متناقض، أو هل هو نظام سياسي؟ فيما جرى قبل يومين من قصف الحوثيين لمطار أبو ظبي في الإمارات، الميليشيات باركت العملية وأثنت عليها وقالت المزيد، الآخرون شركائهم نددوا بالعملية واعتبروا هذا إرهاب. هذا النظام في العراق نظام سياسي واحد، مكوناته برؤية واحدة للسياسة الخارجية للسياسة الداخلية؟ لا، غير موجودة، هذه الحقيقة غير موجودة. بدليل هم حتى في الداخل العراقي في باب المنطقة الخضراء، الميليشيات التي يقال إنها بأمرة رئيس الوزراء بأمرة القائد العام قوات المسلحة تضع صورة على الأرض وتدوس بأقدام وتهدده داخل المنطقة الخضراء، هناك تشتت وهناك إرادات أخرى. لكن دعني أقول لك بصدق، نحن نتحدث عن قوة. يعني ضيفك الدكتور عقيل قال أنه إيران الآن أضعف من قبل في العراق، نعم، وهذا طبيعي جدا، لأنه أنت تتحدث عن القوة، والقوة مسألة نسبية وفيها معايير معينة. إيران قبل 10 سنوات ليست إيران اليوم، سليماني ليس كقاآني، الأحزاب التي تحكم العراق مثل حزب الدعوة وغيرها بقياداتها هذه التي دخلت في العراق 2003 ليست مثل قيادات الآن، والدليل حصصة في الانتخابات اللي جرت أخيرا، كلها الآن تهرت. نعم. إما شبعت بسبب البوق والنهب والسلب والفساد والخراب والذهاب، وهذه القيادات الحرس القديم ذهبت وجاءت قيادات أخرى، أو بسبب مشاكلها وصراعاتها الداخلية أو بسبب المكاسب، هناك يد أو قبضة ترتخي. إيران ليست بالقوة التي كانت عليها قبل 10 سنوات، لذلك تأثيراتها أقل وتأثيرات الأحزاب أقل. هذا لا يعني أنها غير راغبة أن تؤثر، حتى أمريكا عام 2003 هي أمريكا الآن، شكلها وقواها وتأثيرها ورؤيتها الاستراتيجية تختلف نهائيا، فالرؤية تختلف، الإطار يختلف، التصرف بالتالي يختلف، وأيضا الضغوط الدولية على إيران وضغوط اقتصادية ومشاكل أكيد في الداخل. دكتور عقيل عباس، المفارقة أن كل العالم ساقته أمريكا بعد العام 2003 ووقف خلف هذا النظام السياسي في العراق، دعم سياسيا وماليا وعسكريا وأمنيا وما زال يدعم وحمي من كل التحديات التي جابهتها، مقاومة سابقة، قاعدة، إرهاب، داعش، حتى التظاهرات أمريكا كانت مع هذه الطبقة السياسية. المفارقة أن الثناء كيل المديح فقط لإيران، الثناء على المواقف الإيرانية، بل إن هذه القوى الطائفية تشتم العالم جميعا من أمريكا إلى التحالف الدولي إلى دول الجوار العربية، وأنها متآمرة على التجربة الديمقراطية، وأنها تدعم الإرهاب، تصور يقول تدعم الإرهاب بالمال والسلاح. هذا الثناء فقط لإيران هل يؤشر إلى علاقة استراتيجية في العلاقات الدولية؟ أنه والله دولتين تربطهم علاقات استراتيجية فلذلك تكون هذه العلاقة بهذه المتانة، هذا يؤشر إلى علاقة استراتيجية بين إيران والعراق؟ يعني الملحوظة حضرتك عموما دقيقة، نسبيا دقيقة فعلا. الزعماء السياسيون الشيعة القادمون من الأحزاب الإسلامية عادة يعني يثنون على إيران كثيرا، والثناء على القوى الأساسية التي جلبتهم للحكم وحمتهم الولايات المتحدة ثناء عابر وخجول، فضلا عن تشكيكهم بكل القوى الأخرى الإقليمية كدول، وهنا نتحدث عن دول. أعتقد هذه ملحوظة سليمة، وهذه أيضا يعني أخذت عليهم تدريجيا، هم الآن بدأوا ينسحبون من هذا المدح غير المشروط. هل علاقة هؤلاء مع إيران استراتيجية؟ لا. أنا دكتور أيضا أسمح لي أنا أقاطعك دكتور، خلينا أقاطعك كثيرا اليوم وسامحني، يعني وأني أطمع برحابة صدرك. هذا الانسحاب
من مهاجمة دول عربية الحقيقة أيضا ليس لتبيان أو تبدل الرؤية، رؤية القوى السياسية، هذا أيضا تبع لإيران. مثلا كانت هناك دولة قطر تشتم ليل نهار، فلما تحسنت العلاقة بين قطر وإيران الآن صمت عن إيران. كانت تشتم هذه القوى تركيا وتدعم الإرهاب وما ذلك، فلما تميزت أو تحسنت العلاقة بين تركيا وإيران الآن تركت إيران. الآن الهجوم فقط على السعودية، فإذا نجحت المفاوضات الجارية في بغداد بين السعودية وإيران ستنسى السعودية وتصبح أيضا صديقا. يعني أنا أعتقد مهم هنا أنه لا ننظر لكل هذه الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية ننظر لها كأنها واحد. أعتقد لا، هناك اختلافات بينها، هناك اختلافات بين حزب الدعوة وبين قوى أخرى شيعية أيضا. المجلس الأعلى في وقت الذي كان أقرب إلى إيران كثيرا. أنا أولا يعني أعتقد هناك تمييز مهم، هناك قوى ولائية سياسيا وميليشياويا، هذه علاقتها بإيران علاقة استراتيجية، علاقة الجوهرية، بمعنى لها تبرير ديني. هذه القوى تنضوي ضمن منظومة ولاية الفقيه، ومنظومة ولاية الفقيه كما نص عليها الدستور الإيراني زعامتها في إيران ويتمثل بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. فهؤلاء يرتبطون بعلاقة عقائدية، علاقة استراتيجية، وهؤلاء الآن هم الخاسرون الأكبر من احتجاجات تشرين وما أدت إليه، ونعرف النتيجة الانتخابية التي خرجوا بها والدعوة إلى تفكيك هذه القوى وإعادة هيكلة الحشد الشعبي. وجزء من الحشد الشعبي منضو في منظومة ولاية الفقيه وليس كله. فهذه القوى الإيديولوجية العقائدية التي لا ترى فارقا بين العراق وإيران، هذه القوى في تراجع واضح، وهي التي كانت تشيطن كل المحيط الإقليمي للعراق وحلفاء العراق الدوليين، أمريكا، فرنسا، بريطانيا. إذا إيران اتفقت مع قطر هم غيروا خطابهم. هؤلاء ينطبق عليهم ما تفضلت به حضرتك. لا، القوى الأخرى أنا أعتقد موقفها أكثر توازناً، علاقتها بإيران ليست عقائدية واستراتيجية وإنما علاقة مصلحية. بمعنى في النزاعات الشيعية الشيعية الحاجة لتأليف حكومة، لتأليف لن تطور هذه القوى السياسية الشيعية نظاماً داخلياً يعتمدون عليه في حل نزاعاتهم. تستدعى إيران، تأتي إيران وتمنح، يعني تجد توليفة ما بينهم. يعني مثلا السيد المالكي معروف حزب الدعوة تاريخيا، بعيدا عن السياسات الطائفية التي انتهجها رئيس الوزراء نور المالكي والفساد الذي نشر في عهد حكومته الثانية، بعيدا عن كل هذه الأشياء، حزب الدعوة تاريخيا احتفظ باستقلاله ورفض الانضواء في منظومة ولاية الفقيه، وحورب وعوقب في إيران واستمر على هذا يعني بعد، يعني حتى بعد 2003. الإشكالية أنا أحاذر من أنه نضع كل اللوم واضح وما حصل في العراق بسبب إيران، لا، بسبب هذه الأحزاب ولأسبابها الخاصة، ليس الأسباب يعني المرتبطة بإيران. الفساد، المحسوبية، الفشل في الإدارة، هذه ليست إرادة إيرانية، هذه إرادة أحزاب شيعية عراقية لم تهتم بالدولة، تتعاطى مع الدولة وكأنها غنيمة. يعني علينا أن ننظر إلى بنية هذه الأحزاب، وأن الناس عندما انتفضوا ضدها هم انتفضوا ضد هذه البنية، لم ينتفضوا ضد إيران. لكن عندما دخلت إيران على خط شيطنة الاحتجاجات انتقلت الاحتجاجات ضد إيران، ويعني وحصلت عملية حرق القنصلية الإيرانية في كربلاء، يعني في وقتها. وأكثر من مرة دكتور أشكرك، وأكثر من مرة، يعني أقصد شوي المشهد أكثر تعقيداً من هذا الاختزال، إيران إزاء الآخرين. نعم، أشكرك دكتور. دكتور رافع عندك دقيقتين تتفضل على ما تفضل به دكتور عقيل، حتى لأنه عندنا دقائق قليلة. ربما سأختصر لك كل الحديث في مشهد كنا شاهدناه، موجود يعني على اليوتيوب وموجود في كل مكان، يظهر بي قاسم سليماني يلتقي مع القوى المؤثرة بالعملية السياسية، القوى الحاكمة بالعملية السياسية، ليس كل قوى العملية السياسية حاكمة. نعم، هناك قوى بالعملية السياسية ديكور. نعم، وهناك قوى داخلة بالعملية السياسية لن تحقق لها مآربها
وما تريده ومكاسبها فقط. نعم. وتسلم للآخرين بما يريدوه، وهذا واقع حال. لا أريد أن أفصل، يعني أقول هذه سنة وهذه أكراد وهذه الشيعة، لا، هذا واقع الحال. لكن هناك مقطع يظهر قاسم سليماني قبل مقتله لفترة قصيرة لإدارة غرفة عمليات في التظاهرات، يجلس مع القوى الحاكمة، القوى الحزبية الحاكمة، حزب الدعوة وغيرها والمجلس، لا، وكلهم هؤلاء قادتهم، ويقول لهم بالنص، يقول لهم اختياركم لرئيس الجمهورية، نعم، لم يكن يتوافق مع خامنئي، لم يوافق عليه خامنئي فهو غير حقيقي، غير شرعي، غير شرعي. نعم. إذن وهم يوافقون على هذا الكلام، إذن هذه القوى لا تملك استقلاليتها، لا تملك رؤية وطنية أو رؤية عروبية أو رؤية عراقية أو رؤية خاصة بها، لا، الرؤية الإيرانية، الرؤية التي تدين لإيران، هذا واقع الحال بما في حزب الدعوة والمجلس الأعلى وغير كل القوى، كل هذه القوى المؤثرة بالعملية السياسية جالسين، لا، لم يعترض أحد منهم، أيدوا هذا الكلام. إذن كل الرؤساء الذين انتخبوا وكل القيادات التي انتخبت من الرئاسات الثلاثة هي بالمشورة الإيرانية لحد 2018، ولذلك كان الشرعية وهي غير من الناحية الإيرانية طبعا، هذا الحقيقة، هذا الحقيقة، وبما فيهم حتى مصطفى الكاظمي. نعم. مصطفى الكاظمي هم قالوا نحن جئنا به. نعم. يعني ألم يخرج قيس خزعلي اللي يعتبر ولائي ويقول على الشاشات نحن من جئنا بمصطفى الكاظمي؟ إذن من جاء به؟ هل قيس الخزعلي يتصرف هكذا وهو ولائي ويصنفونه ولائي والعلاقات الاستراتيجية مع إيران من نفسه وعقله أم بالرؤية الإيرانية؟ إذن هذه الأحزاب وهذه القوى مملوكة بشكل ممتاز. مطلق وتام لإيران. دكتور، مع الإقرار أن إيران الآن ليست بالقوة التي كانت عليها في بداية الاحتلال، الآن إيران أضعف لأسباب عديدة، هذه القوى الولائية التي تهرول إلى إيران وتستدعي ضابط من الحرس الثوري، تعتقد أن إيران ما زالت لديها خارطة طريق ناجعة ووصفة للمعافاة، ولذلك ليس أمامها من خيار سوى الاتكاء على هذه الخارطة أو الوصفة؟ هي تعتقد هكذا، لكن تنسى حقيقة أساسية، تنساها كل الأطراف هذه وتنساها حتى إيران. جوز تعرف إيران، لا أعرف، هناك متغير في القوة أساسي في في في, في الوضع العراقي، في المشهد العراقي، هو الوضع الشعبي العراقي. الوضع الشعبي العراقي تفجر بعد ثورة تشرين، بعد ثورة الشباب وتقديم هذه الشهداء والجرحى والشعارات التي رفعت والإصرار الذي ما زال مستمر، جذوة الثورة ما زالت، هذا الذي تغير. انفصل الشعب العراقي إلى خندقين واضح جدا، طبقة حاكمة وطبقة الشعب. نعم، هناك طبقة من الشعب لم تساند الثورة، طبقة الموظفين المرهونة برواتب وما أعرف منه، مهددة ومرهونة بأحزاب بميليشيات، لكن قبضة هذه الميليشيات وهذه سترتخي عليهم. أشكرك. وبالتالي سيذهبون إلى صف الشعب وإلى خندق الشعب. هو المتغير الأساسي هي قوة الشعب. الشعب الآن منسوب وعيه، منسوب قوته، منسوب إدراكه، قد ارتفع كثيرا، وهو المتغير الأساسي في القوة اللي لا تحسبها إيران ولا تحسب هذه القوى. شكرا جزيلا للضيفين الكريمين واللذين كان معنا في هذه الحلقة من طاولة حوار، وهما كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي كان معنا في الاستوديو هنا، وأيضا أشكر الدكتور عقيل عباس ضيفنا من واشنطن وهو أكاديمي وباحث سياسي. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.